لطافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصدافة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. عنا شباب البوم. حبيب اي والله يا ليت يا الغالي، بالله معك اشتراك ابشر به. بيض الله وجهك، تصدق لي ساعه ولا احد يوقف لعبه فيني شموت الا ما تعرفنا عليك يا الغالي. انا عامر وانت محسوبك بدر الله يحييك. والله والنعم يا بدر، تفضل حياك بالاستراحه. الله يكثر خيرك. لا والله عندي مشاوير. دامك وصلت والله انتقلت عندنا. احرجتني الله يسعدك. دامك معزم لا والله لي الشرف، اروح اخير بطاريتي وارجع لك. حياك الله. الله يحييك ويسلمك ان شاء الله، والله الربع اني احسدكم على هالرجال. فزعلي وهو ما يعرفني، ولزم اني اجي الاستراحه علشان اتعرف على هالوجيه الطيبه. عامر هذا طبعه، وحنا من ربعه، راعي فزعات ومواجيب. كابتن احنا طفرانين ما عندنا ولا ريال، هو دائما يعزمنا على حسابه. ايه سلامات، شغل التدعيس ده ما يمشي عندي. بعدين انا وش سويت؟ راس مالها اشتراك. هالاشتراك خلاني اقعد ساعه تحت الشمس والعالم كلها سحبت علي، حتى ان في واحد من اخوياي داقن عليه وبرضه سحب علي. المواجيب والفزعات مالها الا راعيها يا ابو مين؟ ابو علي. ابو علي الله يحفظه لك ويخليه ان شاء الله. امين. بس توه ما جاء. افا ليش ما تزوجت؟ وش اسوي؟ خطبت اكثر من مره، اللي تطلب مهر 100 واللي 150 واللي 200 كلهم طايرين بالعجه. لا تعمم، انا اعرف لك ناس شخصيا ما تتعدى مهورهم 40,000 ريال. بعدين التعميم لغة الجهل. 40,000 40,000 وينهم؟ على يدك. ابشر بعزك، بس تكفى لا يطلع اسمي في الموضوع. والله ما علم احد. شرفنا يا ابو اشواق، نخطب اشواق زوجها اللي ردي عامر. يا هلا ومرحبا والساعة المباركة. وعلى فكرة ترانا ما خلينا سألنا عن عامر، والكل يمدح فيه ويثني عليه. تسلم يا عم، هذا من طيبكم. يلا عاد تفضل يا عامر، شوف البنت. تفضل تفضل تفضل. الحين اشوفها. اي تفضل. عادي بتروح معي. اقول لك كيف لا تبشر لها كم. تفضل تفضل تفضل. يا هلا ويا مرحبا. اقعد هنا. اي تفضل تفضل. اسمعني، انا بنادي اشواق عشان اشوفها، بخليكم شوي وبرجع. اشواق اشواق ادخل يا بنت. يا مدام يا رصاصي. وش قلت يا ولدي؟ تبيها ولا لا؟ الناس ينتظرون ردنا. اي بس انا ما شفتها زين، ما في عادة. وش رايك نرجع للفار؟ اي نرجع للفار. تبي تفشلنا انت يا ولدي؟ الناس طيبين والبنت جميلة مثل القمر. خلاص دامها عجبت اكيد انها بتعجبني، موافق. ألف ألف مبروك. والله مبروك يا صاحبي. الله يبارك فيكم وعقبالكم يا عيال، وشكرا قليلة بحقك يا بدر. وش دعوة؟ لا داعي للشكر، أنت الحين صرت نسيبنا. لي الشرف. الله يشرف مقدارك. إلا ما حددت الزواج متى؟ الخميس مو بالجاي، اللي بعده. أجل حفل توديع العزوبية علي يا عيال. لا لا لا، أنا ما أحب الحركات دي، بعدين عندي أشغال. يا ابن الحلال ترى كلها عشوة على قاتل صغير فوق شمعة، نفس شعر خويكم ذا. يلا عاد من عاد. يلا يلا يلا. خلاص براسكم.
طاطا 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 سلامات يا كفتة، تحتاج فزعة؟ لا 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 ما احتاج يا عامر، خليك في شغلك. أجل وش عندك؟ أدور على واحد عشان أعطيه اشتراك عشان يزوجني. أتحداك يا شيخ. الله من قد رسائل حب وغرام مع المدام ها؟ أي مدام يا أبو مدام، أرسل حق المكيفات الاسبريت يجي يركبها. أوف أوف، طب ليه ما تكلمها؟ وش اللي أكلمها؟ البنت خجولة أمها تقول حساسة. يا أبوي بكرة زواجك وحتشبع سواليف. اللي أنت يا أبوي وين الشيء ده؟ يلا مكتوب في اللوكيشن، خمس دقائق ان شاء الله ونوصل. يا هلا والله ومرحبا. هلا والله ومسهلا. وش الوضع، رسم مرجله ولا فله؟ الا فله ومذرحه. كافو والله. مشينا عيال. الله وش ذا التصبير، يجي بالادب. اوف 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 اوف، هذه الكيكه لي انا وتستاهل اكثر. يعطيك العافية. واتركوني لا طيح يا قبلة الله، واتركوني لا طيح يا قبلة الله. أبشرك تمت المهمة. لا لا ما عليك، مو بصاحن إلا بعد بكرة. لا عندي الموضوع. يلا باي. عليكم بالعافية. عاد أنا أخت المعرس، أبغاك تضبطيني. ما شاء الله، ألف مبروك. ابشر يا قلبي، راح أخلي كل العيون عليك اليوم، وما تطلع من القاعة إلا عشر حريم خطبوك لعيالهم. نوف شفتي عامر؟ لا ما شفته، بس أكيد أنه مشغول، هو المعرس. دق عليه دق عليه. دقيت عليه وبوكي دق عليه ما يرد. يما اكيد مشغول، اصبر شوي ويدق عليك، لا تكبرين الموضوع. خليكي جاهزه يا ام العريس، شوي واخلص من نوف.
عامر عامر يا عريس اسحي جوالك يدق. ايش السالفه؟ شكل زوجتك تدق عليك. اري عريس يا عيون. يا راسي ايش السالفه؟ اقول امشي انت يا ابو مصدك. وين بدك؟ امشي الباب مقفل. طيب دريشه الحين وشلون نروح بدون عامر؟ ابي اطمن على ولدي. يا بنت الحلال لا تشيلين هم، نبي نروح ولا تبي يجي. الو عامر وينك فيه؟ اساله هو بخير ولا يتاخر؟ بخير بخير. اي بس انشغلت عند الحلاق علشان كذا ما رديت عليكم. لا 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 تقلقون، خلاص روحوا القاعه وانا بجيكم. مع السلامه. عامر عامر انا جوعان يا عامر ابغى اكل. ما هو بوقتك، ما تشوف الظروف انت. ترى الحلاق بعيد، يبغانا نص ساعه على ما بال نوصل بيتكم يا عامر. اللي حصل مو طبيعي، انا عندي احساس انه بدر هو السبب. يا عيال لا تظلمون الرجال، خلاص اخلص موضوع الزواج وبعدين بطلع من ورا الموضوع. اوكي يا ابوي الحلاق فل، متى يجي دورك؟ ابيك تخفف الشنب وتخليه طويل مع الاطراف. هاي شنب يا ابوي، انت ما انت بشايف وجهك الا كنا صحن فاضي. خير يا ابوي خير خير، صف السره هناك. لا تمد يدك، لا تمد يدك، شو حركات المبزره ذي؟ يقول لك حلاقتك علينا ولك هديه لزقت خشم. اصلا انا مخلص. حياك حياك حياك، تفضل. هذا نظامك. السلام، حياك والله. يا هلا الله يحييك، هذه والله ساعة البار. الله يبارك فيك يا مرحبا. الله يبارك فيك، حياك والله. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مبروك مبروك ما شاء الله، مبروك. الله يوفقهم يا رب. مبروك. الله يبارك فيك. منك المال ومن هالعيال. مو مال المعرس، المعرس هذا جاي مبلخط. يا هلا يا هلا، حياك الله. يا اخي عامر ابطا، وين راح؟ وين راح الناس المعازيم حضروا وكل حضر الا هو؟ الله يصلحه بس. الله يصلحه، هذه عادته دائما يحرجنا يا ابوه. طيب تبين وديك القاعه ولا اخدمك بشيء؟ ما يحتاج، انا بروح بسيارتي. يلا. الله يبارك فيك. الا غريبه يا عم، المعرس وينه ما وصل؟ حتى انا مستغرب، ما ادري ايش فيه ما وصل. هي بس ما يصير كذا، لازم يكون موجود عشان يستقبل المعازيم. صراحه مكياجك مره حلو. وش دعوه يا ام عامر، وين ولدك؟ يعني بنتي بتنزف لحالها؟ لا لا، بالطريق، هو بالطريق. تدرين شباب وهو عريس، رايح الحلاق يحلق ويجهز نفسه. صادقة والله يحق له. ها مستعدة للزفة؟ مرة مبسوطة يا أمه، مرة مستعدة. حبيبتي الله يوفقك، الله يسعدهم. الزفة جاهزة زي ما تبين. حطيت المقاطع والصور اللي أرسلتها لك؟ كل شيء زي ما تبين. تمام شكراً، الله يسعدك. يلا حيي. شلونك؟ الله يحفظك. تمام إن شاء الله. الله يطول لي في عمرك يا رب. الله يخليك. آيه السربوت.
مسموحه، وينك تاخرت وشلتنا؟ طلق بنتي يا الصايع. ارفع علومك يا عم، انا ماني بصايع. الا صايع ونص وراعي سهرات. انا احترم نفسك ابو اشواق، لا تقول كلامي بولدي ما هو فيه. الا فيه ونص، واذا ما انتم مصدقين تفضلوا شوفوا، تفضلوا شف. عجيب والله. اخ بس حسبي الله عليها الداشر، احمد ربك انك شفناه على حديقه لطيك يا صدرك. استهدي بالله، استهدي بالله يا بنتي يا اشواق، حرام تظلمون ولدي. يا اختي انت ما تستحين على وجهك، جاي تتعذرين له من زين فعايل ولدك. ان شاء الله ان شاء الله تعدي الليله على خير وبعدين نتفاهم. اي خير تتكلمين عنه؟ مجنون انت، ولدك فضحنا، فشلتونا عند الناس، ما بقى احد ما يرسل لي. اقول انقلعي اطلعي برا انت وبنتك، برا لا اشوف وجهكم. يلا برا وجه. هذا ابوك. الو. طيب طيب يلا جايين. يلا يلا حبيبتي مشينا، شكل ابوك درى عن المصيبه اللي صارت. يلا ولدنا طلق بنتكم يا ابو اشواق قبل ما يتم الزواج، وكنا قبل مساجين القاعه وشايرين الذبايح وخسرانين، حنا بس ما نبي منكم الا تردون المهر. ما احنا مهر، المهر اعطيناه البنت وصرفته، وبعدين يا اخي يعتبر المهر اللي راح رد اعتبار لنا. الحلال رد اعتبار شو؟ 10,000 15,000، انما المهر كله ما يصير. نحن بمرجعين لكم ولا ريال. عجيب والله. والله خطتك نجحت يا بدر. أول تقول طفران وما تقدر على المهر، هذا المهر بين يدك. بكرة وأنا عند أبوك يا روحي. يلا قبلوا شوفنا حد. وأحلى زواج على حس السبك عامر. احنا شباب